الحمد لله على هذا الانتصار هذا اللي كنا في الامس الحاجه اليه. فريق جيش ملك ولا اولمبيك اسبيق قدموا واحد المقابله جيده, واحد المقابله كبيره في هذا الاسبوع هذا. وبالنسبه للنتيجه فكنا في الامس الحاجه اليه باش نرجعوا الثقه ديالنا ونرجعوا الثقه للاعبين ولا الاداره التقنيه ولا الجماهير. فكنا في كما قلت كنا في امس الحاجه لهذا الانتصار هذا باش يعطينا واحد الدفعه جديده ودفعه معنويه جديده باش ان شاء الله في قادم الدورات ان شاء الله الجيش الملكي يرجع للتوهج ديالو ويرجع للمستوى اللي كان فيه السنه الماضيه.